جميع عظامي تقول يا رب من مثلك، المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. أنا بحس يعني اعتبروها تأمل، يعني زي ما يكون داود جه عند الآية رقم 8 وهيكمل بقى، أصل هو كان ابتدى إيه يفتكر، طول بيحفروا لي حفرة يا رب يقعوا فيها يا رب، وبعدين لا هتزيد منه القصة، فراح موقف نفسه على طول، وزي ما يكون الشيطان بيقول له أيوه هم وحشين، هو راح موقف السكة، قال أنت يا رب نصيري على فكرة، يعني زي أسكت الشيطان، أنت يا رب نصيري، أنت ملجأي، أنت ترسي، من مثلك المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه. يعني بيوقف عقله بكلام روحي مليان صلاة. زي مرة مثلا داود هتلاقوا في مزمور كده، مش فاكر رقم كام، هتلاقوا مكتوب تحته مزمور لداود عندما كان في المغارة هاربا من وجه شاول. فاكرين القصة لما شاول كان واقف على باب المغارة وداود جوه المغارة وهو جاي يموت داود، فالناس قالوا له الحق يا داود، هو جالك لغاية عندك، روح موته ونخلص. فداود قال لهم لا مش ممكن أمد إيدي المسيح الرب. فراح ساعتها قايل المزمور اسمه إيه، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي. أنا بحس ساعتها داود قلبه عملي، أصل لو خبط زلطة صوت بس طقطقت رملة، شاول هيحس إن في حد جوه المغارة، هيولع باللي فيها ولا يهمه، هيولع بكل اللي جوه، لأن هو كان عنده إخبارية إن داود مستخبي في الحتت دي. فهو عملي قوي روحه بالصلاة، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، جمدني يا رب، بيسمع روحه. احنا كمان يا احبائي لما تحس ان الافكار بتطردك رد عليها بافكار، سمع روحك، لا يا رب جميع عظامي تقول للرب من مثلك، المنقذ المسكين ممن هو اقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. لا انا ماسك فيك يا رب، ابعد ابعد يا عدو الخير. مره في بستان الرهبان يقول لك شافوا راهب قبل نياحته، قبل نياحه الرهبان بيجوا بقيه الرهبان ياخدوا بركته، فلو عمال يكلم عدو الخير، اتاري عدو الخير عمال يقول له انت مرة غلطت في كذا ومرة عملت كذا، فيش فايدة فيك، اكفر بربنا بقى، وانت شعرفك كلام زي كده. فهم مش سمعين الشيطان بس سمعين اللي قدامهم ابونا، فعمالين وسمعينه بيقول عمال ايه، لا بس اخرس اخرس، انا دي تبت عنها، لا ودي كمان انا رحت الاب اعتراف، انا رحت له مرتين في ليلة واحدة، حرام عليك، لا ربنا معايا ما تخافش، حتى لو هموت دلوقتي هقابله هيحصل ايه يعني. عمال بيرد على ايه؟ افكار تشكيك، على افكار ادانه، على افكار ياس. رد علش احنا عندنا ذخيره من الصلوات، مفيش حرب عند عدو الخير الا وليها رد من هنا. ما هو الكتاب ده متخصص في انه يوصل الناس السماء، يخليهم يغلبوا على كل حروب الشيطان، فكل الحروب ليها ردود. قول له لا لا ما حصلش، انت كذاب وابو كذاب، وتقول لي مفيش فايده، لا في فايده، هلبس وانزل دلوقتي الاب اعتراف، هقوم وانزل القداس من واحده لثلاثه، هقف واعمل مطنيتين، ابعد. انتهر الشيطان، اعطانا سلطان ان ندوس الحاجات والعقارب، دي مش اخراج الشياطين من الناس اللي عندهم موهبه بس، اخراج الافكار اللي تضايقك وتتعبك، افكار وحشه.